خالد يعني حريص على مقولة عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فالوالد جزاه الله خير بلش فينا أنا وإخواني من عمر صغير، شاركنا في نادي ضباط في دورة السباحة، والحمد لله دخلنا فيها بطولات يعني الدورية تكون داخل نهاية الدورة. آخر بطولة محلية شاركت كانت في شهر 11 اللي فات، بطولة الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، لا الحمد حققت فيها المركز الأول. بطولة الميور كانت في 2010 شهر 11 على ما أذكر، هذه كانت بطولة العالم للناشئين، هذه كانت أول بطولة خارجية لي. كنت جداً متحمس، المستوى ما كان ينافس، ولكن في ذاك الوقت كان نادي رماية الحمد لله يدعم الناشئين في هدف يعني اكتساب الخبرة، حتى لو ما في لو المستوى يعني ما ينافس عالمياً، ولكن الاكتساب الرامي خبرة، وهذا مهم جداً لأي رياضة في أي لعبة. في بداياته الإدارة تحرص على إشراكه في بطولات عالمية آسيوية، المهم أنه يعني يكتسب فيها اللاعب الخبرة، ومع الوقت إن كان رامي أو لاعب أي رياضة أخرى راح يكتسب المهارات اللي تساعده إن شاء الله في يعني أداء جيد في أي لعبة. والله ما أذكر المركز صراحة، ولكن كان يعني جدا يعني من المراكز الأخيرة، ولكن كانت فرصة جميلة أني أشوف الناس أو الرماة الآخرين في عمري أو أكبر مني شلون رمايتهم وطريقة رمايتهم وطريقة تدريبهم، فهذا يعني أعطاني خبرة حلوة وتصور جيد، ويعطي أيضا دافع، كان دافع لي أني أكمل في الرماية وأشد حيلي وما أوقف على المستوى المحلي. يعني في بعض اللاعبين يقارن نفسه في المستوى المحلي يكون الأول، فلما يطلع عن المستوى المحلي يعني يروح للبطولات العالمية والآسيوية الخارجية بشكل عام يجد أن من هناك أفضل منه في المستوى، فيعني هنا يتحجم فيكون دافع له أنه يطور من أدائه. من البطولات الخارجية اللي شاركت فيها شاركت في البطولة العربية، كانت مقامة في الكويت في 2011، حصلت فيها على المركز الأول فريق وفردي، وأيضا في 2012 حصلت على المركز الأول فريق وفردي في بطولة الخليج، كانت مقامة في العين في الإمارات. وأيضا الحمد لله في 2011 حققت أنا وأخوي محمد عادل وبندر نهار المطيري المركز الثالث على مستوى آسيا، وهذا كان إنجاز طيب في ذاك الوقت، كان مستوانا كناشئين ينافس آسيويا، وأيضا حصلت على المركز الخامس على مستوى آسيا في 2011. وأيضا آخر مشاركة لي كانت في كوريا شهر 11 اللي فات، ما حققت شيء، ولكن الحمد لله يعني واحد يكتسب فيها خبرة، المستوى العالمي جدا تطور في الرماة، أنا بعد ما انقطعت عن الرماية ورديت لها انقطعت عنها بسبب الدراسة، فلما رديت القوانين تغيرت في الرماية، مستوى الرماة جدا تعدل خاصة ما بعد كورونا، الرماة ركزوا وكانوا على المستوى العالمي يعني كانوا في داخل بيوتهم يتمرنون، كانوا ماخذ سلاحه فيتمرن في الساعات، فجدا من بعد كورونا تطور مستوى اللاعبين، فهذا يعني يثقل علينا المهمة، ولكن احنا ان شاء الله يعني قاعد نتدرب بشكل يومي
وايضا جزاهم الله خير الهيئه العامه للرياضه اعطتنا تفرغ رياضي في الموسمي. فالحمد لله احضر للتدريب الصبح 4 ساعات في الصبح و4 ساعات في المساء، وهذا ان شاء الله يرفع من مستوى الاداء ان شاء الله. التجهيز هو تجهيز تراكمي في الرماية، يعني ما هي رماية فيها مهارة، ولكن أيضا التدريب عامل كبير في الرماية. اللي أقصد فيه تراكمي يعني ما أجي قبل البطولة بأسبوع ولا بشهر وأتمرن، لا، أنا أكون على طول السنة أكون يكون في تمرين، يكون في جدول مع المدرب وبلان، يعني في الشهر الفلاني يعني نركز على الرياضة والرماية في نفس الوقت، قبل البطولة أخفف الرياضة اللي هو الرياضة الجسمانية فعشان العضلات والتنشن في الجسم يكون أخف فالأداء يرتفع. فنستعد عن طريق رماية بشكل يومي، نسوي بطولة داخلية بين الرمات، بطولات تكون بيننا، هذا يرفع من مستوانا. فإذا متى ما جاء، وأيضا البطولات المحلية أيضا ترفع المستوى، لأن تدخل الرامي في مود المباراة فيكون يعني مستعد فيها. طبعا احنا ما اخفيكم ان بطولة الاولمبيات راح تكون في باريس 2024، هذه هدف اي لاعب يلعب لعبة فردية انه يمثل دولة الكويت فيها. فحاليا احنا في موسم يعني البطولات فيه ما شاء الله كثيرة خاصة خارجيا، والدول ورمات العالم حاليا كلهم يتقاتلون ويستعدون يعني استعداد قوي للحصول على البطاقة التأهيلية اللي هي الكوتا لحظها يعني، وعشان يمثلون أنفسهم ودولهم في أولمبياد باريس 2024. فتوجد عندنا بطولات كثيرة في السنة هذه والسنة الجاية، قارية وعالمية، عندنا بطولة في شهر 1 في اندونيسيا، بطولة عالم، عندنا بطولة آسيا راح تكون إن شاء الله في شهر 9 القادم، هذه من راح تكون مدعومة من اللجنة الأولمبية الكويتية. آسيا من البطولات المهمة اللي تحدث كل 4 سنوات مرة، بس ولكن تكون على مستوى آسيا. فحاليا قاعد نستعد، نادي رماية مو مقصر كستاف وكإدارة وكمدربين قاعد يجتهدون، والحمد لله نادي رماية دائما عنده أبطال ما شاء الله، يعني آخر أولمبيات عبد الله الرشيدي حصد الميدالية البرونزية، قبله فهد الديحاني البطل الكويتي حصد ميداليتين برونزية على المستوى الأولمبي، وأيضا حصد الميدالية الذهبية. وهذا ما جاء من فراغ إلا بعد تعب وجهد منهم شخصي وإداري، وأيضا كرماة يدعمون بعضهم. الحمد لله الرماية كطموحات أنا حققت إنجازات طيبة كمستوى لما كنت ناشئ في ذاك الوقت. حاليا أنا كمستوى عمومي رجال أطمح للبطولات العالمية، البطولات الآسيوية، وأيضا طبعا أكبر بطولة إن شاء الله يعني راح أحققها وبإذن الله هي هدف عندي، هي تمثيل الكويت في الأولمبيات وإحقاق مركز بإذن الله. المراكز المحلية لا تكفي، دائما إحنا نطمح للأفضل على المستوى القاري والعالمي، خاصة ديرتنا الكويت تستاهل
على كل ما تقدمه من دعم لنا كرياضيين. فإن شاء الله يعني طموحنا ما توقف محليا ولا خليجيا ولا عربيا، لا إن شاء الله ودنا نرفع علم الكويت في المحافل الدولية دائما بإذن الله.